في سوريا تتوازى التطورات السياسية والميدانية، حيث أن الجيش السوري قام بعدة عمليات في المناطق المحيطة بمناطق خفض التوتر بعد الخروقات التي وقعت من جانب المجموعات المسلحة حسب الأنباء الواردة. فهل يؤثر هذا على اتفاقات خفض التصعيد والإرهاصات التي تجرى على الجبهة الجنوبية؟ وما هي آثارها العسكرية والسياسية على المحادثات في جنيف؟ خاصة أن تصريحات ديمستورا من جنيف تصب كلها في صالح الدولة السورية وسط تخبط كبير في صفوف المعارضة. أضف إلى ذلك اللقاء الذي جمع بين الرئيسين الأمريكي دونالد ترامب والروسي فلاديمير بوتين، وما تردد عن تعاون بناء فيما يخص سوريا، وأن ما حدث في الموصل سيتكرر في الرقة. حول هذا الملف يسعدنا أن يكون معنا السيد الدكتور محمد خالد الشاكر، عضو تيار الغد السوري والمتحدث الرسمي باسم قوات النخبة السورية في الرقة. ولكن دعونا نتابع هذا التقرير ثم نعود لفتح النقاش. لم تشهد محادثات جنيف 7 غير المباشرة المستمرة في يومها الرابع أي تقدم يذكر على صعيد المفاوضات بين الحكومة السورية وفصائل المعارضة، ولكن في اللقاء الأول لوفد المعارضة مع المبعوث الأممي ستيفان ديمستورا ناقش الجانبان العملية السياسية والتركيز على جوهرها لتحقيق قرارات مجلس الأمن المتعلقة بالانتقال السياسي. التشاؤم الذي ساد في هذه المحادثات بسبب عدم اجتماع طرفي النزاع على طاولة واحدة قابله تفاؤل إيجابي نسبيا بحسب المعارضة بالنسبة لاجتماعات توحيدها. صراحة خلال الفترة الماضية كان في تطور في عملية الحوار باتجاه لقاءات من أجل بناء مواقف مشتركة، وبالفعل تم في هذه اللقاءات يعني مناقشات هامة وجدية ومفيدة صراحة، يعني واعتقد انه هذه للمرة الاولى. من جهة اخرى اتهمت المعارضة السورية رفض وفد الحكومة السورية للعملية السياسية، مشيرة الى ان المبعوث الاممي الى سوريا ستيفان ديمستورا لا يملك خطة لهذه المفاوضات، وهو ما ترفضه المعارضة. ودعت المعارضة مجلس الامن الدولي الى تحمل مسؤولياته ومواصلة الضغط على الحكومة السورية للوفاء بالقرارات التي وافق عليها المجلس. حتى هذه اللحظة لم يوافق وفد النظام على المشاركة في أي مفاوضات سياسية، وهذا يعني أنه ما زال في موقعه القديم، لا يعترف بأي قرار من قرارات مجلس الأمن، ولم يشارك حتى الآن في أي مفاوضات سياسية. وعلى صعيد آخر، لا يزال وقف إطلاق النار في الجانب السوري الذي أعلن بموجب اتفاق بين كل من روسيا والولايات المتحدة والأردن متماسكا بعد يومه الثالث، رغم العمليات العسكرية التي يقوم بها الجيش السوري المستمرة في ريف السويداء التي تستهدف تنظيم داعش بحسب مصدر عسكري. وفي هذا الصدد أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في حوار لقناة CBN الأمريكية أن الهدنة في سوريا مثال على نجاح التعاون مع روسيا، مشيرا إلى أن روسيا والولايات المتحدة يمكنهما العمل معا في سوريا وملفات أخرى. معنا لمزيد من التفاصيل السيد الدكتور محمد خالد الشاكر، عضو تيار الغد السوري والمتحدث الرسمي باسم قوات النخبة السورية في الرقة. أهلا بحضرتك. أهلا وسهلا. طبعا يعني خلينا نبدأ مباشرة، هل بدأت الأزمة السورية بالفعل في السير التدريجيا نحو الحل من خلال هذه التطورات التي طرحناها، أم أنها مناورة جديدة إذ ربما من بعض الدول الإقليمية والغربية ليعني إتاحة أو كسب المزيد من الوقت، وخصوصا بعد الخسارة التي منيت بها الجماعات الإرهابية مثل داعش في مدينة الموصل؟ بداية مساء الخير وشكرا لك. هو إذا تحدثنا عن تطور بالأزمة السورية حسب ما سألت يعني سنتحدث في مجال شق خفض التوتر أو التصعيد بدءا من الجنوب عند الاتفاق الروسي الأمريكي. أما إذا تحدثنا بالجانب الآخر جنيف وأستانا فنحن أمام فشل ذريع، لأنه أستانا لم تقدم شيء وهي مجرد منصات إعلامية. وما يجري في مناطق خفض التوتر أو خفض التصعيد هو فقط لسحب البساط من تحت مسار أستانا. يعني اتفاق الجنوب جاء الذي نتج عن اتفاق أمريكي روسي بعد لقاء بوتين مع ترامب في هامبورغ، يعني رشح عن إيجاد منطقة آمنة في الجنوب
منطقة يتفق عليه الجميع لوقف التوتر أو التصعيد، وهي بصراحة جاءت لتسحب البساط من تحت القوى الإقليمية التي لطالما استثمرت في جنيف، يعني لتحييد إيران أولا يعني، ومن ثم تحييد تركيا أيضا، وكلا الدولتين يعني اشتغلتا على تثوير النزاعات الطائفية، سواء إيران ميليشياتها في العراق أو في سوريا، وسواء تركيا من خلال دعم حركات الإسلام السياسي وأخوان الثورة السورية وإيصالها إلى ما هو إليه الآن. اتفاق خفض التصعيد الآن يجري على تحقيق بموافقة جميع الأطراف، يحقق الرغبة الأمريكية في وضع يدها على الملف السوري، والتي بدأت منذ الدعوات الأولى لترامب بآلية حل الملف السوري والتي تبدأ من محاربة الإرهاب. لذلك أول ما رشح من مؤتمر هامبورغ بين ترامب وبوتين بشأن خفض التصعيد في الجنوب هو أولا اتفاق المعارضة والنظام على محاربة المجموعة الإرهابية، النقطة الأولى. والنقطة الثانية هي تحييد درعا والقنيطرة، ومن ثم تأمين ممرات بحيث يستلم النظام معبر نصيب وتدخل المساعدات الإنسانية وتعود الحياة الاقتصادية إلى تلك المنطقة، ومن ثم أيضا إحداث مصالحات محلية. وهذه تحقق جميع الرغبات، تحقق الرغبة الروسية التي من مصلحتها أيضا أن يعني تخفف من الوجود الإيراني في سوريا. هناك الحديث عن تعاون أمريكي روسي بناء في ملف سوريا عقب لقاء الرئيس الأمريكي ترامب مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين، هل له شواهد هذا اللقاء على أرض الواقع أم أن كل طرف ما زال في مرحلة استكشاف للطرف الآخر؟ بداية أعتقد أنه ما جرى منذ أيام بشأن ما تحدثنا عنه بشأن مناطق خفض التوتر في الجنوب هو بداية حقيقية لتوافق أمريكي روسي كما قلت لك، من أجل أن التمهيد لمحادثات حقيقية في أستانة أو في مسار العملية السياسية. هذا من ناحية، إذا نستطيع أن نقول بأن الجنوب السوري أصبح اتفاق أمريكي روسي لأنه يحقق مصالح روسيا ويحقق مصالح الولايات المتحدة الأمريكية وجيرانها والأردن. بالنسبة للآن بقيت مرحلة آخر أن يتفق الطرفان، وهي منطقة الغطاء الأمريكي. لا زالت هناك يعني في تجاذبات، ولم يتم الاتفاق بشكل كامل في 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 يعني منطقة غضب الفرات، في منطقة شرق سوريا، وأيضا لروسيا والولايات المتحدة أعتقد نفس المصلحة في تحييد الدور الإيراني، لأنه إيران اشتغلت على إيجاد ممر من العراق فشرق سوريا فمنطقة البادية إلى لبنان لتكوين يعني ما يسمى بكريدور أو ممر لها يعني تضغط فيه أو يكون لها ثقل في الأزمة السورية وتحاول استحواذ على الأرض لفرض رؤيتها السياسية. نعم، إلى أين تسير الأحداث الميدانية والسياسية بخصوص القضية السورية؟ هل فعلا إلى الحل الحقيقي أم إنها مجرد تصعيد مبطن ب يعني نوايا في عدم الحل ورغبة في الحفاظ على الدولة السورية؟ أعتقد أنه بدأت منذ اتفاق الجنوب مسألة الحفاظ على الدولة السورية وعلى المؤسسات السورية، لأنه اتفاق الجنوب يعني سيتمخض عنه الحفاظ على مؤسسات الدولة، وشيء أبعد من وقف العمليات العسكرية وأبعد حتى من وقف أطلاق النار، هي إعادة الأمن والاستقرار وتأهيل المنطقة بشكل كامل بتوافق جميع الأطراف، وهو ما نريده أيضا أن يتحقق في 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 منطقة غضب الفرات في دير الزور والرقة. يعني نحن الآن أمام كتلتين، يعني هي كتلة الغطاء الأمريكي وأستانة التي أصبحت أقل قوة بالملف السوري قياسا إذا ما تحدثنا عن الاتفاق الأخير بين روسيا و هل هناك فوارق بين منصتي جنيف وأستانة، وما هي هذه الفوارق وما أهداف كل منهما؟ بداية يعني هو صار خلط بالموضوع، أنا دعيني أقول لك محادثات جنيف وأستانة يعني كانت نوع من الدفع الإقليمي، يعني يعني تصوري يعني جاء اتفاق الجنوب لتحييد الضامنين. لماذا؟ لأنه الضامنين منذ 6 سنوات يحاولوا أن يصفوا حساباتهم على الأرض السورية، سواء إيران أو تركيا. بصراحة تركيا تدعم حركات الإسلام السياسي السني وإيران تدعم حركات الإسلام السياسي الشيعي، إذا هي مسألة تحييد. بينما إذا تسأليني على الفرق، وانا اعتقد انه بدات يعني نضع يعني الازمه السوريه تضع يعني اقدامها على على سكه حل عن طريق مناطق خفض التوتر او المناطق الامنه او الادارات المحليه. نعم. لذلك يعني اذا سالتيني عن الفرق بين استانا هي فقط اجتماع لعسكر لوقف اطلاق النار عن طريق ضامنيهم، بينما جنيف
تتعلق بعملية سياسية كاملة يجب أن تنضوي فيها جميع الأطراف، ولا زالت أستانا وجنيف تعاني من خلل كثير، منها أن جنيف لا زال يتمثل يعني برؤية واحدة يعني تقف وراءها يعني تركيا يعني، وهذا يعني لا يحقق رؤية الشعب السوري. نحن بحاجة إلى توسيع المعارضة أكثر، تمثيل المعارضة أكثر، ولكن أعتقد سواء أستانا أو جنيف هي أصبحت شيء من الماضي على حساب ما تقرره الجغرافيا على الأرض وفي مقدمتها التوافق الأمريكي الروسي. نعم، ما هي المجريات الحالية لمعركة الرقة ولا سيما مع تصريحات بوجود قوات أمريكية على جبهة الرقة لدعم قوات سوريا الديمقراطية من أجل أو يعني نعم من أجل مواجهة تنظيم داعش؟ هي بالتأكيد يعني عملية الغضب الفرات تتألف من قوات سوريا الديمقراطية وقوات النخبة السورية. هي قوات النخبة السورية التي هي يعني مجموعة، هي فصيل عربي يعني من أبناء محافظات حسكة والرقة ودير الزور. نعم. من أبناء الرقة بالتأكيد، هي بالأساس هي تعمل يعني تحت الغطاء الأمريكي وبدعم على الأرض من قوات خاصة أمريكية. يعني جميع تحركات قوات عملية غضب الفرات تقوم بدعم لوجستي وإسناد في الجو أمريكي. متواجد الأمريكان هم الذين يقودون المعركة في إطار عملية غضب الفرات، وحققت خطوات كبيرة. ولكن نرجع مرة أخرى أنه لا زال يعني عدم الاتفاق الروسي الأمريكي، نتمنى أن ينعكس اتفاق الجنوب أيضا على اتفاق مناطق غضب الفرات. لا زال عدم الاتفاق الأمريكي الروسي يلقي بظلاله على عملية غضب الفرات، خصوصا وأن يعني هذا أدى إلى يعني عدم الاتفاق على آلية القضاء على داعش، يعني وأدى أيضا إلى توقف يعني نستطيع أن نقول بعد 40 يوما يعني لا يذكر الإنجاز الذي تحقق على يعني سوى الجبهة الشرقية في الرقة، يعني استطاعت أن تدخل في قلب المدينة القديمة. باقي نعم. الجبهات تستطيع أن تقول إنها بالأطراف يعني، ولا تتوازى مع مسألة 40 يوما من لمجموعات يعني تراوح 50. نعم. أخيرا وباختصار في 30 ثانية، كيف تبدو الحالة الإنسانية في الرقة، لا سيما طبعا مع التقارير الأممية عن وجود نحو 50,000 من المدنيين عالقين في الرقة، أيضا معقل تنظيم داعش شمال سوريا، أيضا مع تفاقم نقص المياه وغيرها من الاحتياجات الأساسية؟ يعني هي الحالة الإنسانية في الرقة ليست داخل الرقة فقط. أولا الرقة الآن مهددة بإبادة جماعية إذا لم يكن هناك تنسيق عالي بين الدولة هذا على الصعيد السياسي الذي سينعكس عسكريا. يعني الآن الرقة محاصرة من جميع الجهات، داعش سيستقتل، وهذا قد يكرر مسألة الموصل، ولا نريد أن نقول لها كما يعني تحدثنا أنه ما حدث في الموصل انتصار، ولكن وكان تدمير شامل ودمار البيوت فوق رؤوس أصحابها. هذا من ناحية الداخل. أيضا هناك مشاكل كثيرة تتعلق فيها النازحين من مناطق دير الزور إلى مناطق الحسكة. هناك أيضا ومنذ اليوم أو أمس التقى يعني زار وفد من الأمم المتحدة إلى المخيمات وإلى الناس. هؤلاء جميعهم يحتاجون إلى وقفة إنسانية حقيقية وإيجاد المآوي لهم أو إدخالهم إلى الحسكة وما إلى ذلك. نتمنى أن تكون قريبة. كل الشكر لحضرتك الدكتور محمد خالد الشاكر، عضو تيار الغد السوري والمتحدث الرسمي باسم قوات النخبة السورية في الرقة. كل الشكر لحضرتك يا فندم. وبعد الفاصل، قطر، هل يعود الابن الضال إلى رشده؟